هم إكرام الأباء وهم موجودين حتى الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va décoller un compte bancaire qui sera publié. Donc je vous demande soit de verser, soit de partager au maximum. Au Shukran Bzaf. Shukran. إذا اليوم ضمنا وقفة تضامنية لروح الفقيدة إشراق ناعوم، طالبة في السنة الثانية لسلك الماستر في شعبة الأوديت. هي تلميذة كانت تلميذة مجدة وإنا لله وإنا راجعون، راه المكتب هو هذا. وحنا نضمنا واحد الوقفة وغادي نحاولوا نجمعوا تبرعات في سبيل هذا لاكوز هذه، وإنا لله وإنا راجعون، راه المكتب راه واقع. صراحة حنا تصدمنا لا بالوفاة ديال الطلبة ديالنا لا بالإصابات اللي وقعت للتلاميذ الآخرين اللي هما حاليا في المستشفى العسكري بالرباط. وحاولنا أو ماكسيموم أننا نمتصوا هذه الصدمة هذه ونشوفوا باش قدرنا نعاونوا إن شاء الله. أنا ما تنعرفهاش شخصيا، ولكن كاينين طلبة اللي تيعرفوها شخصيا، ونقدر نأكد لك بلي أنهم صدموا من واحد الصدمة كبيرة والدموع ما تتفارقش العينين ديالهم. وكما قلت لك راه إنا لله وإنا راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إشراق كانت إيتيديونت في أوديت ماستر سبيسياليزي، كانت سيتيت اون ايتيديونت بحالنا اللي elle fait de son mieux باش زعما pour être à jour pour être présente في ses cours. كانت كدير لا نافيت. اون ايتي تري انديني في الاول، ما تيقناش حيتاش عرفنا بلي كاينين دي بليسي وبلي زعما دي بيرسون كانوا في داك لو تران، مي ما صحابش لينا بلي غادي يكونوا زعما دي مور ما بين les étudiants. C'était choquant, surtout que شي حد اللي كتشوفو في المدرسة كتقدر تلاقاه كتعرفو. يا دي بيرسون اللي كانوا تري بروش ليها وكيجي بحال هكا كتعرف بلي راه il est décédé. وعاد une autre personne اللي عرفنا بلي راها في بلوك اوبيراتوار البارح. c'était une journée زعما terrible لينا كاملين. الله يرحمها والله يصبر عائلته.